في شركة مصرية بتشتغل في معالجة المياه قدرت إنها تطور وحدة تحلية مياه متنقلة. الوحدة دي بتشتغل بالطاقة الشمسية وبتعالج المياه الجوفية اللي بتستخدم في الشرب وكمان في ري المحاصيل الزراعية. شركة مصرية لمعالجة المياه قدرت إنها تبتكر وحدة تحلية مياه متنقلة بتستخدم الطاقة الشمسية لمعالجة المياه الجوفية من الملوحة والمعادن لاستخدامها في الشرب وفي الري. الوحدة دي بتعمل على الملوحة من أكتر من 1000 جزء في المليون إلى أقل من 200 جزء في المليون، وبالتالي بتخلي المية صالحة للاستخدام في الشرب وكمان في الري. عندي مساحة 50 فدان مانجو، المساحة دي كانت نسبة 30% منها ميت بسبب الملوحة. البير اللي احنا بنروي منه المانجو ده كان 1700 جزء في المليون. بعد ما ركبنا محطة التحلية دي بقالي 3 شهور بالظبط، عملت عملية ترجيع، رجعت 8500 عود نسبة 30%. مات عندي النسبة الطبيعية اللي هي 2.2% 3% اللي هي عيوب زراعة، عيوب مشتل، عيوب العيوب الطبيعية الشرعية، لكن كعيوب مية مفيش. والدليل اهو، قدرنا أول حاجة توفير مية نقية صالحة للشرب في المناطق النهية اللي كانت بتعد من مناطق فيها فقر مائي كبير جدا، والناس اللي كانت بتعاني من الميه وعدم وجود ميه صالحه للشرب والاستخدام الادمي. دي في القطاع اللي هو الخاص بالقطاع المائي. اما بالنسبه للقطاع الزراعي، قدرنا ان احنا من خلال النموذج ده باكثر من 35 مزرعه موجودين والنموذج متنفذ بالفعل، ان احنا نحل مشاكل الميه اللي موجوده فيها للاستخدامات الزراعيه. وحدات المعالجة حجمها صغير، وده بيسمح ليها بالتنقل لمناطق مختلفة، وبيتم توصيلها بشبكة طاقة شمسية، وبتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الواحدة 600 متر مكعب في اليوم. ده مثال حي ومطبق على أرض الواقع من اللي كنت لسه بتكلم فيه مع حضراتكم من شوية. الأفكار والحلول محلية مصرية، إحنا اللي بنحط الأفكار وإحنا اللي بننفذها كمان بأيادي مصرية وصناعات محلية. حتى لو الفكرة فكرة مستوردة أو الفكرة منفذة في دولة من الدول، لكنك تطبقها على أرضك، إنك تطبقها في بلدك بصناعة محلية وبأيادي مصرية، فده بيعتبر مجهود كبير جدا طبعا يشكروا عليه. المحطة محطة متنقلة زي ما شفنا من خلال التقرير، في أماكن ما كانش بيوصل ليها مياه صالحة للشرب، في محاصيل زراعية كتير جدا بتبوظ طبعا نتيجة نسبة الملوحة اللي موجودة في المياه. هذه المحطة دورها إيه؟ إن هي تعالج هذه المياه عشان نستخدمها في ري المحاصيل الزراعية وتستخدم كمان في مياه الشرب. فهي دي الأفكار اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، هي دي الأفكار اللي احنا بدل مثلا ما عندنا وحدة بس متنقلة عندنا يبقوا 2 يبقوا 3 يبقوا 4، القطاع الخاص يدخل هو كمان في مثل هذه المشروعات، لأن هي مشروعات مهمة للغاية وبتمشي مع توجه مصر والتوجه العالمي أيضا.